إلا دعاء في أم جوزيف السلط. صباح الخير يا دعاء من جديد. صباح النور، صباح النور إليك ولكل المشاهدين، ويعطيكم ألف عافية. مثل ما حكينا يمكن بالقطعة الأولى من خلال قافلة يوم جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة بنقل مباشر وربط مباشر بلايف ستريمينج مع الاستوديو لحلقة اليوم من برنامج يوم جديد. حكينا أنه إحنا اليوم بمحافظة البلقاء، بالتحديد ببلدية أم جوزي، هالبلدية اللي بتحتوي مناظر رائعة جدا وطبيعة خلابة وبتشتهر بكثرة أشجارها تحتوي العديد من القرى اللي انضمت إلها. رح نحكي أكثر عنها، رح نتعرف على سبب تسميتها وعلى بماذا تتميز أكيد مع لقائنا أو بلقائنا اليوم مع الدكتور علي أبو رمان، رئيس جمعية جراحي القلب الأردنية وعضو محافظة بلدية محافظة البلقاء. صباح الخير يا دكتور علي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم في بلدة أم جوزي، حياكم الله، واسمحوا لي أستغل هذه الفرصة وأقول لجميع المشاهدين وسيدنا كل عام وأنتم بخير. هذا اليوم الجميل مشرق، هذه الأضلال الجميلة، بنحب نرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم في منطقة أم جوزي، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور، وبدنا نعرف بداية عن سبب تسمية بلدية أو قرية أم جوزي. بلدة أم جوزي بالأصل هي عند الجامع موجودة هناك، كانت على نبع مية حوالي شركة جوز، أعتقد هذا سبب تسمية أم جوزي، وهي بلدة قديمة جدا، يعني فيها مدرسة أم جوزي الثانوية تأسست عام 1948، سنة احتفلنا بذكرى 70 لتأسيسها، وهي كانت في البداية مجلس قروي ب72 وفيها من الجمعيات التعاونية الخيرية ب71، بعدين تحولت لبلدية ب85 وانضمت إلها لاحقا مجلس قروي دعم الغزالات ومجلس قروي سلعوف، وأخيرا قبل 4 سنين لما وحد البلديات ضمت لبلدية السلطة الكبرى وأصبحت اسمها منطقة أم جوزي التابعة لبلدية السلطة، تضم 4 قرى بالإضافة لوادي الناقة. حاليا مساحتها الأرضية حوالي 16 كيلومتر مربع، يقطنها حوالي 10,000 مواطن. زي ما أنت شايفة كانت قبل كم سنة كلها خضار وشجر، تقلبت ما سبب العمار الجديد كلها تبونة مع الخضار والشجر. وعلى فكرة هذا واحد مشاكلنا هون بالبلد، لما نحاول نطلب مدرسة أو شيء، لأن احنا مهتمين بالزراعة سواء المنزلية أو الحرجية أو الاستثمارية، بيقولون الزراعة ما عندكم أرض عشان نبني لكم مدرسة. الأرض كلها مزروعة. يعني أنا سألتك عن سبب التسمية ولسه بدي أفوت على السؤال الثاني، تخبرنا أكثر على هالمنطقة، ولكن حضرتك سبقتني وخبرتنا. طب إحنا يعني مثل ما ذكرت إنه ما شاء الله الأراضي خضراء، كثرة الأشجار، أراضي زراعية جميلة، بماذا تتميز هالمنطقة بالتحديد؟ خبرنا أكثر. معروف أن منطقة أم جوزي منطقة كوم العنب والزيتون، وهذه كانت تصدرها للسلطة وللضفة الغربية، والعنب السلطي أصلا من المنطقة هذه كأم جوزي زي علان حواليها، هو موجود فيها ومشهور ومضروب فيه المثل. وطبعا تعرف في هذا أن موسم متأخر، سابقا حزيران كان ينزل بشهر حزيران، الآن ينزل شهر آب، وصار في تعديل على النوعيات وفي تهجين للأشجار الموجودة هون، وصار تطوير حتى كثير على اللوزيات الموجودة هون بحيث تصنف أصناف جديدة ما كانت تنتجها سابقا. والحمد لله زي ما أنت شايفة البلاد موجودة، جوها نقي، هواها، كل شيء، لأهلها طيبين، يعني واحد بتمتع يجي فيهم، بدليل أنه كثير من أشقاء العرب والمستثمرين الأردنيين اجوا وبنوا هاي القصور والعمارات الموجوده فيها، وحبوا يستقروا فيها ويقعدوا فيها. يعني بتذكر احنا قبل حوالي 30 سنه سعاده السفير الكويتي العتيقي اجى بنى التل فوق وسوى زخم على المنطقه وسوى نعم، وناس كثير ساكنين فيها، والتطور واصلنا. اذا بتطل هناك عندنا مزارع للخلايا الكهربائيه موجوده فيها، تابعه لاحد مستشفيات بعمان، عم بنتج الكهرباء وبنصدرها لعمان احنا من هون. كنا بنحكي كمان تحت الهواء يمكن بالاضافه لهالمناظر الطبيعيه الجبليه والخضار واشجار الزيتون، اشجار الجوز، الا انه ايضا في نمط معين للبناء للبيوت، في حجر معين دائما بتعتمدوه عم بيزيد جماليه هالمنطقه. هلا هم يعني كانوا يبنوها باطون صراحه، لبسوها شحف. نعم.
فتبني منظر جمالي حلو جدا، البيوت هاي كلهيتها، وهي بلشت تنتشر، وقرايبي المنطقه مختصين بهي الشغله، عم يعني بيزبطوها وبيكل بجدار البيت الخارج بدل ما هو قصاره عاديه لشيء حجر فخم ممتاز ان شاء الله. جميل. قلت لنا على المدرسة القديمة، خبرتنا أكثر على هاي المنطقة وعلى جمالية هاي المنطقة، يعني إذا بتنصحوا في ناس مثل ما حكيت اللي باحثين عن الجمال والاسترخاء والطبيعة عم بيجوا بيبنوا هون مستثمرين وأشقاء عرب أيضا، شو بتنصح الناس لحتى يقدروا يجوا هون ويستمتعوا بهالمناظر، شو بتحكي لهم؟ حقيقة أنا التقيت مع على صار دولة الدكتور عمر غزاز لما كان وزير التربية، وطرحنا عليه فكرة الغابات البيئية المدرسية، أن هاي الغابات الموجودة أنه نخصص أجزاء منها للمدارس بحيث كل مدرسة تعتني فيها، مما يشجع يعني استثمار هالغابات الموجودة والمناطق الخضار أو المناطق الزراعية أيضا، يعني تشجيع السائح الداخلية والمحافظة على البيئة. كثير بنسوي حملات هون للمحافظة على البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات الدولة، ونكون احنا قبالنا هناك منطقة زي أم العمد، وقبالنا بالمناطق هاي كلها هي اللي بسموها الوسية وكذا إلى آخره والحرايق، وعم حاليا بنحاول كمجلس محافظة ننشئ فيها منشآت تساعد من تشغيل أبناء المنطقة وخدمتهم. راح إن شاء الله نسوي مركز صحي شامل في إنجوزي، سوي ملعب خماسي، راح نحاول نسوي عدة منشآت تخدم المنطقة كلها إن شاء الله. دكتور علي أبو رمان، إحنا متشكرك، شكرا لك على هالمعلومات. رح نكمل أكيد في بلدية أم جوزة ورح نتعرف عليها أكثر إحنا وياكم مشاهدينا، ولكن بقطعة تانية خلينا نرجع إحنا وياكم على الاستوديو، ابقوا معنا. منتظارك دعاء أكيد خلال حلقتنا لليوم من أم جوزة لنتعرف أكثر على هاي المنطقة الرائعة والجميلة، وأكيد بنشجع كل الأشخاص كمان يروحوا يزوروها، وإن شاء الله يكون في تشجيع أكثر كمان على السياحة بالمنطقة اللي هلأ عم نشوف لقطات منها، ورح أترككم مع هالمناظر الجميلة.